Speak, tell me about yourself. What is your name? My name is Ahmed. Where are you from? What do you do? I'm from Iraq. Speak something. Smile. I want you to see your smile. Smile. Smile? Ibtisim. Yes. Smile big. Bad, bad. Sure. Okay. Okay. Yes. Is that his name? أكو مشكلة؟ لا. شفنا التفاحة. أوكي. أحمد صبيح من العراق. كانت لثتي ضعيفة جدا والتهابات قوية بالفم بالفكين الأعلى والأسفل أدى إلى تساقط أكثر الأسنان. جئت إلى الهند في عيادة الدكتور أمان مركز كوزمثند وقام بعلاج اللثة وزرع أسنان بعد قلع الأسنان التالفة والتي كانت الجذور الرئيسية مالتها ضعيفة جدا نتيجة التهاب اللثة أدى إلى ضعف هذه الجذور وتساقط أكثر الأسنان. دكتور أمان عمل على زراعة الأسنان ومعالجة اللثة والحمد لله والشكر بعد معالجة الفم أسنان جديدة تم تثبيتها بأفضل ما يمكن وعمل ممتاز يشكر عليه دكتور أمان.